كلامنا النهاردة مهم جدا لكل الناس المقبلين على الجواز واللي لسه يعني داخلين كده على الجواز وازاي يفكروا حياتهم يبدأوا صح. مهم جدا جدا ان احنا نعمل ذكريات حلوة في اول الجواز، او خلينا بقى نتكلم عن الهانيمون او شهر العسل. الحقيقة بشوف ان ده مهم جدا ان اتنين يفضلوا ان هم يقضوا مع بعض فترة فصلان كده زي ما بيقولوا، بعد ضغوطات بقى الفرح وشدة الفرح وهنجيب ايه وجبنا ايه، يقضوا بقى كام يوم حلوين كده في مكان ويفصلوا ويجربوا مع بعض سوا المكان ده، وده بيبقى الحقيقة أنسب قرار خدوه. في ناس كتير جدا دلوقتي بنشوف ان يقولك أنا هلغي الفرح وهعمل بالفلوس دي أو البادجت اللي كانوا متفقين عليه، هروح هانيمون ولف مع مراتي أو هلف مع جوزي أماكن كتير وأجرب الأماكن دي معايا ونعمل ذكريات حلوة. مهم جدا جدا إن احنا نعمل الفترة دي قبل الجواز عشان الضغوطات اللي بنمر بيها دي اللي بتبقى الذكريات حلوة اللي بترجع بقى إيه الحياة زي ما كانت من قبل. في ناس كتير تفضل ده وفي ناس تقولك لا أنا هعمل الفرح. الحقيقة فكرة ان احنا نعمل ذكريات قبل او اول الفرح يعني دي حاجة مهمة جدا 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 للولد والبنت عشان نكمل الحياة. الفرصة دي الحقيقة ما بتتكررش تاني، لان السفر بعد كده ما بيبقاش بنفس الطعم اللي بيبقى في اول الجواز. النهاردة معانا منى القصاص خبيرة التنمية البشرية اللي هتكلمنا وتقول لنا اهمية الهانيمون او شهر العسل في حياتنا ايه. ازيك يا منى؟ اهلا بيك. عاملة ايه؟ الحمد لله. السفر هو هو بس التوقيت بيختلف. مهمة جدا 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 في أول الجواز بنعمل ذكريات حلوة. في ناس كتير جدا زي ما أنا قلت بتبقى داخلة الفرح بقى شدة الفرح وزي ما بيقول كده الشقة بتاع الفرح، شقة بقى نعمل فيها إيه، اللبس أنا هجبته ولا لأ، المطبخ معرفش إيه، الأجهزة الكهربية، شدة كبيرة وشقة بيبقى قبل الفرح بيخلينا إن إحنا الحقيقة ننسى نفسنا وعايزين الصورة تطلع حلوة وخلاص من غير ما نحس الهانيمون ده شكله إيه. كلميني كده عن أهمية الهانيمون وازاي مهم وبينعكس باقي حياتنا علينا على الراجل والست طول حياتنا ويقعدوا يفتكروا الايام الحلوه اللي في اول الجواز. اكيد طبعا. خليني كمان انا يعني همشي بنفس التسلسل الجميل اللي انت اتكلمتي بيه، انه احنا داخلين اصلا الجواز علشان الاول هنقعد مع بعض نقرر ايه الاحسن او ايه الانسب. مفيش احسن وانسب لكابل وهو بيتعمم على الكل، فانا وزوجي او انا ومراتي احنا دلوقتي مخطوبين مثلا وبنقرر للفترة الجاية. فحتة انا دايما قبل ما ابدأ اي حاجة لازم نخطط لها الاول، ايه اللي هيريحك وايه اللي هيريحك. ده السؤال من اقوى الاسئلة مش بس في الهانيمون، ده في العمر كله طبعا. لانه بيعود الناس على انه في رغبة عند حد انا لازم اقدرها واحترمها وانا رغبتي مختلفة، فالطرف التاني كمان لازم يحترمها ويقدرها. ساعتها احنا بنروح واحنا زي ما بنقول كده الناس مستعدة كمان ان هي تستقبل كل الطاقة وكل الفايبس وكل الاستمتاع بتاع الرحلة بتاعتنا. فلما بنبقى احنا متفقين والدنيا واضحة، عايز اقولك مش بس في الهانيمون ده في العمر كله بقى طبعا. تلاقي الناس عندها استعداد ان هي تبقى طاقتها اصلا مستعده ان هي تعمل ميموريز جديده وتبقى عندها ذكريات لطيفه وتبقى بكل وقت بيمر عليهم في شهر العسل عايزين يستمتعوا بيه للاخر. فبالتالي كل بقى ترتباتها او التتابعات بتاعه الموقف ده الظريفه بتاعه انه انا فاكره ان هو في الهانيمون عمل ايه، ودي ذكريات هتفضل معايا. لانه احنا محدش بيختار انه حياته لا هتفضل طول الوقت ظريفة وهانيمون ولا هتفضل طول الوقت صعبة. فبالتالي انا بفضل اعمل ايه، يبقى وعي ان انا الوقت الحلو ده بحطه زي ما احنا بنكون بنعمل ايه رصيد، بحط رصيد ان يقوي العلاقة بين الطرفين. ده مهم قوي طبعا، لانه انا فاكره كويس زوجي او زوجتي وهو بيعمل قد ايه مجهود عشان يختار مكان شبه ما انا عاوزه وشبه او يبقى منطقه مشتركه ما بين ذوقنا احنا الاثنين. فالمجهود ده كمان بيقوي جدا جدا العلاقات لما تمر باوقات صعبه او اوقات فيها اختلاف او حتى لو الدنيا يعني فتره كانت متقلبه يعني. طيب ساعات بيبقى الحب في الاول كده طاغي ومش مبين اي عيوب بين الطرفين. مهم جدا جدا ان احنا نعمل فترة حلوة زي ما انا قلت مثلا هانيمون اماكن حلوة عشان ندرس بعض اكتر ونعالج العيوب دي اكتر. يعني انا لما بحب واحد جدا 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 بحبه في التليفون لسه ما عشتش معاه
وبالعكس صحيح لما هو يحبني جدا جدا لسه معاش معايا ولا شاف، مش هنقول الوجه الآخر ولكن الطباع الطباع الداخلية اللي ممكن تظهر في أول الجواز. إزاي في أول الجواز أو في الهانيمون أو في الرحلة الجميلة اللي بتبقى مكملة معانا ذكرياتها لآخر العمر، أحول الطباع دي من حاجة أنا ما بحبهاش لحولها لحاجة حلوة أو أتفاهم معاها، أو نخلينا نقول نخلي الفترة دي يعني محت شوية الطباع اللي ممكن الطرف التاني ما يفضلهاش؟ طيب بصي، خلينا نقول انه فكرة احنا حقيقي هنشوف شخصيات بعض على الحقيقة، ونلاقي الناس عندها رعب انه انا هلاقي مصيبة. فخلينا الاول نبقى بنتكلم على انه واحدة من اهم الحاجات اللي هنعملها في حق بعض وتقوي علاقاتنا طول العمر، يعني زي ما بنقول كده يا منى فترة دراسة. انا مبسوطة جدا جدا وراح طبعا، بس يعني راح ابسط، بس دي فترة عايزة اشوفه على حقيقته وخلي العيوب دي انا اتقبلها، لان ممكن انا اكون بحبه جدا بس ما اتقبلش عيوبه. الاختلاف دي نقطه مهمه قوي. احنا اصلا اخواتنا واهالينا اللي عايشين معاهم متربيين بنفس البيئه، بنفس العادات، بنفس التقاليد، احنا بنختلف مع بعض وبنشد وفي شد وجذب، كل حاجه بتحصل في العلاقات. فما بالك بقى حد تاني ما ترباش نفس التربيه، ما عندوش نفس التاسيس اللي احنا تاسسنا بيه، احتياجاته مختلفه، رغباته مختلفه. اللي انا بحبه مش شرط يبقى بيحبه. فبالتالي انا ضد فكره تعالى نصلح العيوب، يعني انا اصلا الحته دي ان ممكن نتكلم فيها شويه، ولكن انا عاجبني في مروه كاركتر 1 2 3 4، فبالتالي وانا وافقت ان انا اتغاضى عن العيوب الفلانيه او هادبت معاها او هتماشى معاها. فبالتالي دي نقطه مهمه قوي، احنا لا واخدين بعض نغير بعض، عشان دي بس واحده من اهم الحاجات اللي انا دايما بقابلها. انا بعد الجواز زوجي هيتغير او زوجتي هتتغير، ده مش حقيقي. الحقيقي انه انا هكتشف شخصيه من الاول، لازم اعمل حق، يعني حق مروة على زوجها وزوجها عليها، انه انا ابقى شخص حقيقي ومبينة عيوبي ومميزاتي من الاول. وهنكتشف طبعا بالعشرة حاجات تانية، ولكن مهم جدا ان انا ابقى عارفة ان انا عايزة كل المميزات دي في مقابل ان انا هتحمل 1 2 3 4.